انا دلوقتي مسكت اللحمه، حطيت الحله بتاعتنا على النار، حطيت فيها زبده وزيت او حطيت فيها سمنه، نزلت باللحمه خدت معايا صدمه، رجعت بعد كده رشه فلفل اسود، حبه حبهان، حبه لورا بودر، وسبتها تستوي بالشكل ده، واروح مغطيها. اتلسوعت خالص وتغير لونها خالص، ابدا اغلي ميه في الكتل واديها شويه شويه، شيء شاء شيء شاء، يعني حبه ميه سخنين في حبه ميه سخنين لحد ما تستوي خالص. بعد ما بتستوي خالص بكون محضره ايه المقادير اللي هتنزل معانا حالا على الشاشه. فخاره اللحمه بالدمعه، وفخاره معناه ان هي فخاره، يبقى احنا هنعمل في حاجه فخار، فانا عندي الفخاره الحلوه بتاعتنا دي. طيب ما عنديش دي، اعملي في طاجن. ما عندكيش طاجن وما عندكيش الفخاره اللي انا هعمل بيها النهارده دي، ما عنديش اي مشكله، اعملي في حله، اعملي الوصفه بتاعتنا في حله وما عنديش اي مشكله خالص. طيب مقاديرنا بتقول ايه بقى؟ عندي لحمه مكعبات، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل حامي، طماطم متسبكه، صلصه طماطم، معايا سمنه او زبده وزيت، معانا ايه كمان؟ معايا بهارات لحمه، لورا بودر، حبهان بودر، رشه جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. انا ما عنديش اكتر من كده، البهارات والتوابل اللي موجوده في البيت. طيب انا حطيت دلوقتي اللحمه اهي، وحط عليها طبعا ميه سخنه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتبدا ان هي تستوي. طيب هروح نازله بايه عليها؟ هنزل بتوم. عايزه بقى اطلع بقى النكهات الحلوه كده اهوت والتطعيمه الجميله اللي انا عايزاها. انا طبعا حاطه على اللحمه فلفل اسود، لورا بودر، حبهان بودر، مش اكتر من كده. حطيت التوم بدا يطلع الروائح الحلوه بتاعته، هنزل بالفلفل. كل ده احنا بنطلع روايح حلوه وبنعزز النكهه بتاعت الفخاره بتاعتنا. بصوا لون الصوص بتاع اللحمه عامل ازاي؟ كل اللي عملته ايه؟ العصاره اللي نزلت من اللحمه انا كل اللي حطيته عليها توم وفلفل ومعلقتين صلصه، انا لسه ما حطيتش حاجه، والتوابل والبهارات بتاعتنا الحلوه دي. هي لوحدها كده حتى لو مش هتحطي عليها صلصه الطماطم المتسبكه فهتطلع معاكي حته لحمه لوز في منتهى الجمال. الروايح بتاعتها تجنن واللون بتاعها الله اكبر عليك. بس انا النهارده الفخاره بتاعتي اسمها فخاره لحمه بالدمعه، فانا محتاجه فيها صلصه طماطم. بس قبل ما احط صلصه الطماطم هنزل البصل، وهتلاحظوا ان انا منزله كله ني، يعني الناس ممكن تقول لك ايه لا انا كان ممكن انزل البصل والثوم الاول وارجع بعد كده انزل اللحمه تاخد الغلوه مع بعضها، لا انا سويت اللحمه ورجعت بعد كده نزلت بالبصل وباقي المكونات. هل وهي كده ما تتاكلش؟ الله اكبر عليها، ريحتها تحفه في منتهى الجمال، وشكلها كمان الله اكبر. بصوا اللحمه حاجه كده اللهم بارك. طيب انا عايزاها بقى بالدمعه، هروح واخده صلصه الطماطم المتسبكه واروح عامله كده بالشكل ده، واقلب ومش هحط ملح، انا كل ده ولا حطيت ملح ولا عملت اي حاجه خالص، بالشكل ده كده. هروح مغطياها واسيبها بقى على النار تغلي وتستوي براحتها، تكمل التسويه بتاعتها على الهادي براحتها خالص كده، نوطي النار ونسيبها تمزمز مع نفسها كده، تبدا ان هي تهرك مع نفسها، او يعني زي ما بيقولوا ايه تهري مع نفسها. يعني ايه تهري مع نفسها؟ يعني تاخد وتدي مع البصل مع الصلصه مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها، ولما تتكثف خالص او الصلصه بتاعتها تبدا ان هي تتشرب اروح احطها في الفخاره واحطها في الفرن. تطلع وانا بصبها بعد ما اصبها من الفخاره او طاجن فخاره، او حتى لو عايزه تكملي تسويتها في الحله ما عنديش مشكله. اهم حاجه بقى اخر لقطه اللي هي ايه؟ اللي هي نعمل لها فحميه قبل التقديم على طول. حته الفحميه اللي بتتحط وبتتعمل دي بتنقل لك طعم الفخاره في حته ثانيه خالص. بسم الله ما شاء الله عليك. طيب اول صنف خلص معانا، خد وقت؟ خدش وقت. ممكن حضرتك تمسكي الكبه تحطي فيها البصل مع الثوم مع الفلفل مع كل المكونات بتاعتك مع التوابل والبهارات، اللحمه خدت الصدمه بتاعتها وتمامه زي الفل، اروح مفضيه كل في الكبه خلصت. ما تقعديش تقطعي كل حاجه لوحدها والكلام ده كله، لا حطي كله مع بعضه مره واحده في الكبه. يبقى احنا ما خدناش وقت خالص واحنا واقفين في المطبخ في اول صنف. اول صنف ركناه على جنب، عايزه بقى تعملي جنبي حبه رز ابيض، رز بشعريه وملوخيه، حبه لسان عصفور وسلطه، اللي انت عايزاها. عايزه تاكليها بعيش كده مع حاجه مخليله صحتين وعافيه على قلبك يا المنظر. بصوا الصوص نفسه بقى عامل ازاي، شايفين حاجه كده اللهم بارك زي الكتاب بتاعتنا. هنبدا نحطها في الفخاره ونحطها في الفرن تاخد الشمخه بتاعت الفخار. انا مش عايزه اكمل تسويتها بس هي هتطلع اصلا دايبه دايبه، تخيلوا لما تكون مستويه بالشكل ده كده واحطها كمان في الفرن شكلها هيبقى عامل ازاي، تطلع حته لحمه
لوز لوز لوز، نعمل كده. ما عندكيش الفخاره دي يا ست الكل، ما عنديش اي مشكله. اعملي في طاجن فخار، ما عندكيش طاجن فخار اعملي في الحله وسويها خالص فيها وخليها تتسبك كويس، هتطلع معاكي لوز ريحتها تجنن تجنن فعليا. نعمل كده، تقدميها بقى جنب رز، تقدميها جنب عيش، واعملي جنبها حبه ملوخيه، هتطلع معاكي زي الفل بالشكل ده. حته لحمه كده ملبسه او ضاني تطلع معاكي عنب بالشكل ده كده. اوعوا تنسوا الفحميه اللي هنعملها في الاخر علشان التطعيمه بتاعت الفخار في حته تانيه خالص.